السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة انجلش تيوب، معكم عباس شكر. الفيديو ده ان شاء الله هو مقدمة لمجموعة فيديوهات بتتكلم عن اساسيات الجرامر. انا محتاج اساسيات الجرامر لو انا طالب ببدأ من الصفر، او حتى كنت طالب بدرس في مستوى متوسط او متقدم للجرامر لكن عندي مشاكل. اساسيات الجرامر بسيطة جدا، هي بتتلخص في فهمي لاجزاء الكلام الاساسية، وهم جزئين اساسيين: subject بمعنى فاعل، وverb بمعنى فعل. والverb طبعا الفعل هو مقسم الى helping verb فعل مساعد، ومين verb فعل اساسي. اذا ثلاث اجزاء من اجزاء الكلام انا محتاج افهمهم كويس جدا. لو فهمتهم انا فهمت اساسيات الجرامر، ما عادش عندي اي مشكله ابدا في فهم اي قاعده مهما كانت صعبه بعد كده. مجموعه الفيديوهات دي هي سلسله عباره عن حلقات، كل واحده مرتبطه باللي قبلها ومرتبطه باللي بعدها. المفروض ما يقعش مني اي حلقه من هذه الحلقات، عشان كده هنتابع كويس جدا الفيديوهات اللي جايه، وده ملخص للي هنقوله في الفيديوهات. اولا هنتكلم عن sentence formation، وهي تكوين الجمله، واللي هتبدا اولا بالسبجكت. السبجكت هو الفعل عباره عن ضمير او اسم، هفهم وهعرف معاني الضمائر كلها واستخداماتها، ثم هعرف الاسم وانواعه وازاي يحول اسم الى ضمير، واحنا شايفين كده ان بعدها الفيرب الفعل. هعرف بعد كده في الفيديو اللي بعده ان الفعل ده عبارة عن مين فيرب فعل اساسي، وهيلبينج فيرب فعل مساعد. هعرف ان في خمس اشكال للفعل الاساسي، وهعرف ان الاشكال دي مرتبطة وبتتأثر جدا بالفعل المساعد اللي جاي قبلها. طبعا الاثنين سواء مساعد او اساسي هيتأثر بالفعل اللي جاي قبل منه. الفعل لو جه وراه فعل مساعد هيأثر فيه ومش هيأثر في الفعل الاساسي، لكن لو مفيش فعل مساعد يبقى هيأثر مباشرة في الفعل الاساسي. بعد كده هنعرف الافعال المساعده بالتفصيل، وهنبدا verb to be في present، ثم بعدها هناخد verb to be في past، بعدها في بعض الصعوبات او في مستوى متقدم في verb to be اللي هو المصدر be وbeing being، هندرسهم ونعرف ايه الصعوبات اللي فيهم. بعد كده هناخد verb to have، هناخد verb to have في present والpast. بعد كده هناخد الصعوبات او المستوى المتقدم من verb to have في فيديو خاص. بعد كده هننتقل الى sentence formation models، الافعال الناقصة، ونعرف الافعال الناقصة ليه هي افعال ناقصة، تستخدم ازاي، ايه اللي بيجي وراها. الفيديو اللي بعده هيكون عن verb to do، هناخد present في الاول، وبعد كده هناخد past، وهناخد بعض الحالات الصعبة اللي محتاج افهمها في verb to do، استخدامه كفعل مساعد وكفعل اساسي. بعد كده احنا بعد ما نكون خلصنا الافعال المساعدة والجملة الخبرية سواء فاعل او فعل مساعد او فعل اساسي، هنتكلم عن asking a question، تكوين السؤال، ونعرف الفرق بين تكوين السؤال وتكوين الجملة الخبرية. وهنلاحظ ان الفرق بسيط، وهو برضه في نفس المنطقة اللي احنا مهتمين بيها، هي فهمنا للفعل والفعل المساعد وعلاقتهم ببعض، ومين قبل التاني ومين بيأثر في التاني. بعد كده هناخد الجملة الأمرية، وهي كمان مش هتخرج عن الفعل وشكل الفعل اللي هو المصدر. احنا كده هنكون عرفنا الجملة الخبرية والجملة الاستفهامية والجملة الأمرية، هنكون عرفنا الفعل والفاعل، ولأني عارف إنه فهم للفعل هيسهل لي جدا تكوين الأزمنة، لأن الزمن هو شكل الفعل. أنا بمجموعة الأساسيات دي هكون استعديت كويس جدا لأني أفهم جرامر بدون أي صعوبة. أقدر أعرف إن في logic relationship، علاقة منطقية ما بين الفاعل والفعل والفعل المساعد. إن شاء الله بهذا الفيديو هنستعد إن احنا نستقبل مجموعة من الفيديوهات، نتابعها كويس جدا، نتدرب عليها. عاوز أتجنب الحفظ، عايز أفهم، أدي لنفسي أسبوع أو أسبوعين أفهم فيهم مجموعة الأساسيات. بعدها أنا نفسي وفرت وقت وجهد كتير جدا في فهم أي قواعد بعد كده إن شاء الله. إذا عجبك الفيديو دوس لايك أند سبسكرايب.